اصرار زيزو على الرحيل ما حدش هيقدر يكلمه فيه خالص. في نفس الوقت وخلينا هنقرب من المشهد اكتر من خلال طبعا زميلنا طبعا الصحفي السعودي الاستاذ عبد الاعلى السكير. استاذ عبد الاعلى برحب بيك، ويعني هل زيزو سينتقل الى الشباب السعودي ام رفض اداره نادي الزمالك يعني الغى الصفقه واداره نادي الشباب السعودي بدات تفكر في لاعب اخر؟ مساء الخير كابتن اسلام، ومساء الخير لجميع الساده المشاهدين. اهلا بك. طبعا فيما يتعلق بالكابتن احمد مصطفى زيزو، هو بالفعل نادي الشباب عنده رغبه كبيره بالتعاقد مع زيزو خلال الفتره الحاليه. طبعا هناك امتعاض في نادي الشباب بسبب يعني التسريب اللي هو طلب الحصول على خدمات اللاعب. الورقه اللي تسربت من قبل نادي الزمالك هي طبعا ما تعد العرض، هي فقط استفسار عن امكانيه شراء اللي هو عقد اللاعب. يعني ما كان في الورقه اللي تسربت الوسائل الاعلام ما كان فيها تفاصيل عن العقد، ولكن الشباب مصر بشكل كبير على المضي قدما في التعاقد مع زيزو. طبعا الشباب مقدم عرض يتراوح من 6 الى 8 مليون دولار. كم؟ من 6 الى 8 مليون دولار. من 6 ل 8 مليون دولار. نعم. ده للاعب ولا للنادي؟ لا، هذا شراء عقد للزمالك. ماشي، ده العرض المقدم للنادي، لنادي الزمالك. نعم. طيب. طبعا لمده، طبعا اللي هو العقد المقترح لمده 3 سنوات، راح يكون فيها راتب سنوي للكابتن احمد مصطفى تقريبا 4 مليون دولار خلال كل سنه. 4 مليون دولار في الموسم ولا في الثلاث سنين؟ لا، في الموسم. في الموسم، ماشي، يعني 12 مليون دولار في الثلاث سنين. بالضبط. الى جانب طبعا المميزات الاخرى. اكيد طبعا. تمام. يعني يشمل ايضا يعني خلينا نقول الامور التحفيزيه سواء قبل او بعد المباريات، يشمل مكافآت، يشمل يعني في اضافات اخرى، ولكن تمام. هذا يعني كقيمه القيمه الفعليه للعرض المقدم. تمام. طبعا الشباب مثل ما سبق وتحدثت انه مصمم بشكل كبير على الظفر بخدمات زيزو، خصوصا انه في الفتره الحاليه الشباب يعد خلينا نقول من الانديه الكبيره بالسعوديه وانديه الصف المملكه العربيه السعوديه اللي سوق الانتقالات الصيفيه بالنسبه لها يعني جدا سيء. سوق الانتقالات تقريبا راح يخلص في 7 سبتمبر اللي هو الشهر المقبل. الى الان الفريق يعاني من ضعف التعاقدات، وهو طبعا يعتبر احد اكبر الانديه بالمملكه. فرغبه الشباب كبيره جدا، ولكن في نفس الوقت ان الشباب ما راح يعني يكون عنده وقت اضافي يهدره مع زيزو او مع اداره الزمالك. يعني هو حاط زيزو كخيار اول في حال تم المماطله، في حال تم يعني المده كانت اطول من كان في كلام على لاعب تونسي انه محطوط هو الخيار الاول يا استاذ اللي هو عيسى العيدوني. لا، الخيار الاول اداره الشباب بحسب يعني ما لديهم معلومات انه هو زيزو كخيار اول. يعني الخيار الاول هو زيزو. تمام. نعم. طيب، في حاله عدم او يعني في حاله عدم اتمام المفاوضات مع اداره نادي الزمالك وعدم انتقال زيزو، مين المرشح الثاني؟ هل رمضان صبحي؟ هل ابراهيم عادل؟ هل عيسى العيدوني؟ يعني ده حسب المعلومات اللي عندي. هو التوجه ممكن يكون الى سفيان رحيمي. نعم، سفيان رحيمي، اللاعب المغربي سفيان رحيمي ممكن سفيان يكون رحيمي. نعم، هو البديل في حاله البديل لزيزو في حاله عدم التعاقد معه. نعم، ولكن مثل ما سبق وخبرتك ان هي الرغبه والاصرار على زيزو. تمام. ولكن في حال تم المماطله او في حال يعني خلينا نقول المفاوضات تعرقلت بشكل يعني يعثر الانتقال، فما راح يكون في يعني متسع من الوقت لاداره نادي الشباب. تمام. طيب، هل يعني نفس الرقم اللي معروض على زيزو هي نفس الارقام اللي معروضه على سفيان رحيمي؟ لا، سفيان رحيمي ما تم تقديم له العرض، لان مثل يعني ما تحدثت معاك ان في البدايه هو الرغبه
الأولى اللي ضم نجم أحمد مصطفى، فأكيد لو كان في خلينا نقول ما تمت الصفقة أكيد ممكن راح يكون في تفاهم، يعني راح يكون في عقد أو تقديم عرض مختلف لسفيان رحيم أو أي لاعب آخر بحسب يعني تأثيره وقيمة السوقية، فأكيد يختلف سواء العقد مع الفريق مستمر أو العقد في نهايته. فهذه الأمور متعلقة، الأرقام هذه متعلقة بعرض الشباب لزيزو فقط لا غير، يعني ما تنطبق على أي لاعب آخر. وبالتالي يعني العقد الثلاث سنين دوت يعني أحمد زيزو هيكمل مع الشباب السعودي مدة العقد كاملة، يعني مش هيروح لا. 6 شهور أو سنة ويرجع تاني على الدوري المصري. لا لا، هو شراء عقد، يعني مش نظام إعارة أو نظام، لا شراء عقد. فأنا خبرتك من البداية أن الشباب حاليا يعاني، وهم بالنسبة لهم أن يعني توجههم لأحمد زيزو لأنه قد يكون هو الضالة اللي تنقصهم خلال هذه الفترة.